من الكلمات التي حصل فيها تقارب في اللفظ وتباعد في المعنى جاء وأجاء، فإن هاتين الكلمتين وإن تقاربتا في اللفظ إلا أنهما بعيدتان في المعنى. فجاء يراد بها إتيان الشخص بمحض إرادته، بينما أجاء إنما يراد بها ما فاجأ الإنسان بدون أن يكون له اختيار له. ولذا قال الله جل وعلا في قصة مريم عليها السلام: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، بحيث كان بغير توقع منها ولا إرادة منها. بينما لفظة جاء قد تكررت في كتاب الله عز وجل، ويراد بها إتيان المرء لما يقصد الذهاب إليه برغبته وقصده. ولذا قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ولقد جاءكم موسى بالبينات، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. وقال تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وقال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهكذا في قوله جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقال سبحانه: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وفي الآية الأخرى: فإذا جاءت الصاخة. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه الآيات فيما يتعلق بالفعل جاء تخالف المعنى الذي يدل عليه قولك أجاء.